السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خبر من إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة في إطار عصرنا ديال النظام ديالها الخاص بالدخول المؤقت لعربات النقل التي يتم إدخالها من طرف المغاربة أو الأجانب كذلك. ستعوض الورقة الخضراء، يعني الورقة الخضراء ستعوض بكارتة، ما غاديش تبقى الورقة الخضراء وتعوض بكارتة ايدي أو أربعة. المهم غادي ندير لكم الصور ديال الاعلان اللي جات به الجمارك، غادي تشوفوه في هذا الفيديو هذا. وبالنسبه للناس اللي عندهم الورقه الخضراء، باقا عندهم الورقه الخضراء القديمه، باقا مسالات الصلاحيه ديالها راه تبقى ساريه المفعول الى غايه انتهاء الصلاحيه ديالها. توجه شكر لممثل الجاليه المغربيه حسن المهمبر اللي وفاني بهذا الخبر، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.